اتبنى في انطاكيا وغزل انتاب. هنكون كلامنا النهارده في الفقره الاولى من الفقره الصباحيه عن اخلاقيات ومبادئ العمل الانساني. الشريحه الثانيه لو احنا بصينا على الهرم ده جميعا احنا كعمال انسانيين علينا نعرف حاجه واحده، ان صاحب القضيه ليست الجمعيه ولا الحزب ولا الجماعه، صاحب العمل هو اليتيم والارمله والمسكين والنازح واللاجئ والمريض والشايب. هم دول اصحابنا، هم دول نحن لابد نعرف تماما ان هم دول اصحاب المال، هم دول اللي نحن موظفين لديهم. القاعده عندنا في العمل بنتكلم فيها نحن اجراء لدى الفقراء. يعني انا اجير وانا مدير مؤسسه او رئيس مجلس امناء او رئيس مش عارف مجلس اداره، ها مين اللي بيدفع لي راتبي؟ هو اليتيم والارمله المرميين في الخيم والمرميين في التلج والمرميين في الصحراء. دي قاعده اللي على اساسها هنضع كل اسس الاخلاقيات. يعني انا لما اتجوزت زوجتي، عارفين زوجتي انتوا مش قابلتوها ولا لسه؟ قابلتها؟ يعني كنت انا يعني شاب كده وزيكم كده يعني اصغر شويه، كنت حاطط فوق التلفزيون اللي في اوضه الصالون اللي في اوضه الريسبشن الصالون يعني صوره. حد فيكم يقول لي الصوره دي شكلها ايه؟ كان صوره ايه؟ يعني هي داخله بقى وعروسه وفرحانه وجوزها دكتور في بريطانيا وفي الاوضه اللي فيها بتاع الجلوس في صوره كده اللي هي الصوره الرئيسيه فوق التلفزيون. ده كان سنه 83. صورة ايه؟ بحر ورد قلوب. ايه؟ بحر ورد قلوب. بحر ورد. ده شاعر احمد شوقي ولا متنبي ولا اسمه ايه؟ ابو فاضل حمداني مكرم المفرد المقبل المدبرم. ها صورة. تدل على العشق والحب. ايه الصلاة اللي تدل عليها؟ السوريين دول شعراء. ها؟ طفل بائس. طفل بائس. صورة الحج. صورة الحج. صورة المستقبل. صورة المستقبل. صورة ليا انا ما انا معاك كل حته. اه صورة صورة لها. بسم الله انت برضك شعرية. صورتك طبعا. صورتي طبعا. تفضل. تفضل. صورة ايه اللي انا حاططها في اوضة الصالون؟ مش عارف. صورة ميكي ماوس. ميكي ماوس طيب. ها؟ جمال عبد الناصر. خاف ما يكون في صورة. ها؟ لا كانت صورة ها؟ آية قرآنية هي أقرب التفسير هو بتاعك أنت، صورة شاب أفغاني مجروح ومسلوخ. يا أحسن. شوف الاستقبال المجرم. يعني ساعتها أنا إيه؟ واحد في شعر العسل وواحدة فرحانة وهي بريطانيا وضحت لها الصورة دي. القبلة والتلفزيون والأوضة اللي إحنا بنقعد فيها. فطبعا ده عمل إيه؟ يعني من وجهة نظري أنا ممتاز. لكن من وجهة نظر المجتمع غلط. ان كل مكان ثقافه وادبيات واخلاقيات الى اخره. عايز اقنعها بقضيه افغانستان واللاجئين هناك ما حطهاش واحد محروق في اوضه النوم. تبقى تصحى من السرير كده في وشها واحد محروق واحده برجل مسلوخه، ممكن احط صوره طفله جميله كده حلوه او طفل جميل حلو كده او بعض الاطفال على الاقل بيضحكوا يعني عشان انت تفاعل عاطفي معاهم. فده بس بالنسبه للجو اللي احنا عايشين فيه. ننظر هنا انا حاطط في 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 اهم شيء في الاخلاقيات عندنا هي النية. النية دي القاعدة الأساسية اللي احنا بنتكلم عنها. أنا بشتغل عشان إيه؟ أكسب عيش، مفيش مش حرام، حلال. لكن أكسب وأخش الجنة. أو أكسب بس. وأنا نيتي للشغل إن أنا أخدم الناس وربنا بيرزقني ها؟ بالمرتب بتاعي في آخر الشهر. يبقى النية هي قاعدة نجاح وقاعدة أخلاقيات كل عمل بنقوم به. النية القاعدة الأساسية.
يعني كل يوم نجدد النية واحنا رايحين المكتب. نجدد النية واحنا بنتكلم مع الأيتام والأطفال والمساكين اللي هم أصحاب المال بيدفعوا لي إيه؟ راتب. تاني نقطة، مفيش عمل إنساني من غير صبر. أوعى حذاري إنك تفتكر لما كنا بنتكلم إمبارح إنك هتخلفي ابنك وينزل يخرج من بطنك من رحم الأم ويخش الجامعة ينفع؟ أو يتكلم. هتقول ما سيدنا عيسى اتكلم، مش كده وردك؟ بس أنت من لا أنت السيدة مريم ولا هي السيدة مريم. ها؟ ولا ابنك سيدنا عيسى. فما تبنيش عملك على الاستثناءات. الصبر صبر، ولذلك الصفة الأساسية من صفات الأنبياء هي الصبر والمرسلين وأصحاب الرسالات وأصحاب التغيير والمصلحين. من غير صبر مش حاجة غير حاجة. من غير صبر مفيش نصر. يبقى النية بعدين الصبر التواضع في معاملنا احنا بالذات. التواضع ده شيء خطير للغاية. ولا يدعه ايه؟ يتيم. ولا يدعى ايه؟ لو اضعف مكون في المجتمع اللي هو اليتيم كالذي يكذب بيوم الدين. اللي بيدعى اليتيم ده ما يتواضعش ماشي منفوخ كده عشان جمعيته فيها مليون ولا اتنين ولا خمسه ولا عشره طز، مش بالتركي طز، بالمصري طز بالتركي يعني مالك طز، مش كده؟ وبتيجي بهي كشف اصلا منك مباري بالاساس، يعني شيء لا قيمه له. انت وفلوسك ولا تساوي نظرة غضب من يتيم. التواضع فين بقى؟ انت ومن معك ومن مالك وكله امام الله سبحانه وتعالى لا تساوي نظرة عدم رضا من اليتيم. تنحني اليه وتنحني اليه. ده التواضع. فالتواضع ده ما يكونش شيء احنا مصطنع كده بنمثل، لا، كن طالع من القلب مؤمن بيه بتظهره في عملك وفي قولك وفعلك مع كل الناس. مش تمثيلية، مش مسرحية، ها؟ لا، تواضع يعني تواضع. والتواضع بيجي ايه؟ بناء على الإيمان وعلى التقوى وعلى 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 مرحلة ثانية في بناء ايه؟ وتزكية الناس. الصدق، ما تكذبش، ما تدلسش، مش قادر تعمل المشروع ما تعملوش. انا مش بشتغل عشان اجيب فلوس، انا بشتغل عشان اخدم الناس. انا قدرتي ان انا مش قادر اقيم هذا المشروع ما اقيموش، ما وعدش الناس خطأ، بعدين كل شويه اسوف، معلش بكره بعده بكره بعده، ما ينفعش. دي مش اخلاقيات لينا احنا. انا ضربت امبارح مثل بتاع اللي هو كنا خدنا مليون دولار من وزاره الاوقاف القطريه في الالفيه الجديده عشان نبني مدرسه في البانيا، وبعد سنه ما عرفناش نشتري الارض. خدنا الشيك ورجعناه للوزير، استغرب مليون دولار مثلا من 15 سنه بقى شوف يعني حاجه كبيره. قال ايه ده؟ قلنا ما عرفناش نشتري الارض باسمنا، فتفضل مالك اهو. استغرب غير قادر. ما زال هذا الوزير رد يعني رجلوه عندنا كلنا طبعا، كلنا بما فيه الوزير يعني السابق، يتكلم عن هذه الحادثه، حادثه ان الناس مش قادرين يعملوا عمل فكانوا صادقين فرجعوا المال لاصحابه. انا ليه اخذ المال وبعدين اشتري الارض باسمي وبعدين بعد سنتين ثلاثه في بعض المراكز الاسلاميه في اوروبا دلوقتي مشترينها باسماء رؤساء الجمعيات؟ غلط. أنا مش هحرم، أنا لست فقيه عشان أحرم، تصل الحرمانية في مساجد مشتركة في بريطانيا بأسماء الأمناء. غلط غلط. وبعدين المجتمع يكتشف بعدها بمدة والحكومة تفضحنا وتقولوا أنتوا مدلسين، أنتوا كذابين، أنتوا غير صادقين، أنتوا ديكوا دين الكذب ودين النفاق ودين كذا وكذا وكذا، لأن تصرفاتنا الأخلاقية غير جيدة. الصدق مهم جدا جدا بايه؟ بالنسبة لنا. راح فين الحاجة؟ يا ربيع. طب قول لي بعدها.
لا طيب انا كان عن النيه والصبر والتواضع والصدق المسائل، اعرف ان انا مسائل دائما ليل نهار، اما من اليتيم واما من المانع واما من المدير واما من المجتمع واما من الحكومه واما طبعا من الله سبحانه وتعالى. كنا كل الدول ويقفل اسمه سايلنس بليز. انا دايما مساعد لان انا بشتغل في حاجه اسمها ايه المال العام. حتى ولو بنعمل في المال الخاص بتاعنا ورانا جهات رقابيه، ودايما يكون مستعد للمساءله في اي وقت. حساباتي منضبطه، مشاريعي منضبطه، سلوكياتي منضبطه، كل هذه الاشياء. لما تحس ان انت في مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، وعلى قمه السؤال هو الله سبحانه وتعالى، وبعد الله سبحانه وتعالى الطفل اليتيم والارمله. هما الاثنين دول الاساس. تيجي بعد كده الحكومه، تيجي بعد كده الامم المتحده، تيجي بعد كده الامن، يجي بعد كده المانع، الجمعية، كل دول بيجي بعد الاثنين دول. الله سبحانه وتعالى ثم الفقير اللي هو صاحب المال أو صاحبة المال. مرجعية، إيه مرجعيتي؟ مش كل واحد فيكم عنده مرجعية؟ في مرجعية دينية، في مرجعية ثقافية، في مرجعية حسابية، مرجعية إدارية، مرجعية سياسية، إيه مرجعيتي؟ لازم حاجة إيه؟ يعني أحط قوانين وحط السياسات، هي دي مرجعيتي في المؤسسة. أما أقول إن أنا قيمي في المؤسسة كذا، رسالتي كذا، مهمتي كذا، رؤيتي كذا، أهدافي كذا، دي مرجعيات. يما واحد من الناس يقرأ مثل هذه المرجعيات اللي أنا كاتبها في السياسات ويشوف تصرفاتي خاطئة، يبقى أنا إيه؟ غير ملتزم، مش هتعامل معاه. من الحاجات الجيدة في اذكرها مثلا يعني في المرجعيه والمصداقيه، ان احنا عندنا شكل الملابس القديمه اللي مش كويس بنشيله. دي الشركه دي بداناها من 25 سنه بمفيش راس مال، لما مسك قديم بنفرزها ونبعتها. دلوقتي موظفه 120 موظف، دوره راس مالها 4 مليون، صافي الربح بتاعها بيتراوح ما بين 700,000 للمليون بعد ما توظيف ال 120 موظف. اهم شيء عملته الشركه دي انها بتقول للناس انا درجه اولى كذا ودرجه ثانيه كذا في الفرز ودرجه ثالثه كذا. فعندها ايه؟ قائمه انتظار من افريقيا ومن اسيا. يبقى في المرجعيات، في المصداقيه، في كذا، في الناس. خلاص احنا منتظرين لما تطلعوا لنا 20 طن او 15 طن او 30 طن او 40 طن وكذا شحن. لما انت تسأل نفسك في داخل المؤسسه دي اهدافك، تلاقي وانت كده مثلا ايه الاحترام، وتلاقي المدير ماسك واحد بيهزق قدام الناس كلها، تقرا الكلمه دي وبص التصرف ده ينفع. التواضع، وتلاقي واحد بيعامل الارمله واليتيم دول معامله سيئه، خلاص انتهى. بس في لحظه واحده العلم. احنا يعني امة ايه؟ تقرا وما بنعرفش نكتب. العلم معناها ايه؟ معناها يا اخوانا او يا اخواتنا ان العمل الانساني اصبح حرفه ومهنه وصناعه، ما هوش ارتجالي. نبطل العفويه العشوائيه العاطفيه الارتجاليه. صحيت من النوم النهارده شفت في المنام كذا، اعمل يا جدع انت، اعمل يا بنت، يا ست احنا متفقين على حاجه امبارح ثانيه، لا عن جهل، فتضيع الاموال. لذلك لما اصبح العمل الانساني تخصص اصبح ليه دور مهم جدا في قياده الشعوب من بعض الدول، في تغيير ثقافات الشعوب، في تغيير قيم الشعوب، وهكذا. واخد بالك؟ فلما ننظر للعلم ان هو انا هشتغل في مخيمات، يبقى لازم ادرس حاجه اسمها الطوارئ والكوارث واداره المخيمات. خلاص؟ انا هشتغل في التنميه، ايه اهداف التنميه؟ وانا بشتغل في الحاجات دي
في حاجة اسمها شراكات، حاجة اسمها تعاون، حاجة اسمها تحالفات، في حاجة اسمها مناصرة. اشتغل في الادفوكسي، اخش في الادفوكسي والمناصرة دي من غير ما اعرفها، وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قولوا اه ايه؟ انتوا انا اقول ايه تقول انتوا اه؟ يا حد معنى كلمة يا حد ايه باللغة العربية؟ وانتوا اه انتوا عادل سوريين عادل مش كده؟ سوريين اخر ما نتكلمش يحث ها؟ يحث يحض يحث يحفز يحفز يحث ها؟ ها ايه تاني؟ يؤكد يؤكد ها؟ يناصر يناصر ايوه يعني ربنا قال يناصر ويحض ويحث ويحفز من اكثر من 14 قرن واحنا مش عارفين ننفذها في مؤسساتنا. الغرب عنده مؤسسات للحرب للادفوكسي. احنا في كل عملنا ما نعرفش كلمه يحض وربنا واحنا بنقراها في القران كل يوم صلي ولا يحض ونبكي نعيط شوف مش عارفين الكلمه معناها ايه. هنا العلم بمعنى الكلمه عشان نبتدي بعد كده نعي نتعلم وبعدين نفهم وبعدين نعي. طيب احنا نتكلم عن علم ده مهم جدا جدا اصبح تخصص 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 معايا معايا انا مركز عليك انت شكلك سينمائي جميل تخصص ها تخصص اصبح في دكتوراه وفي ماجستير وفي دبلومات وفي 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 لان الدول حست بقيمه هذا العمل الانساني فافرز الجامعات ومراكز البحوث لدرجات علميه. الاخذ بالاسباب يعني ايه الاخذ بالاسباب؟ انا مش عارف حطيتها كده بس مش عارف معناها ايه. الاخذ بالاسباب التوكل وليس التوكل. ايوه ها تفضل حتى لي تفسير الاخذ بالاسباب. عايز تنجح هتذاكر عايز تنجح هتسأل عايز تنجح هتشتري الكتب عايز تنجح هتاخد درس عايز تكسب الكاس في الكورة هتجيب أحسن لعيبة وأحسن مدرب وهكذا دي الأسباب. عايز مؤسستك تنجح يبقى في أسباب للنجاح تبني عليها المؤسسة مش العملية كده تعالى يا فلان وبالتليفون تعالى هات بنت فلان هاتها عندي ما عندهاش وظيفه شغلها هات الحاج فلان يشتغل معانا ايه ده؟ كلها ولا مؤاخذه مش ايه مش بهلوان الشاطر جايب حبه ناس ومعادهم جنبه لا انا هشغلك عندي بناء على وصف وظيفي وانت متخصصه في الحسابات لو انا عايز اظبط الحسابات اخد باسباب ظبط الحسابات اجيب حد متخصص في الحسابات في التواصل الاجتماعي اجيب حد متواصل متخصص مش هجيب بس واحد صاحبي او واحده قريبتي يبقى ده مش اسباب معرفه مش اسباب واحد من قبيلتي مش اسباب ممكن يكون من قبيلتي لكن عنده ايه القدره او عندها القدره وبالاخذ من الاسباب ده خاصه لما نيجي نعمل مشروع او نيجي نوظف شخص عندنا عمليه مش عمليه شركة خاصة أو عيلة أو صحوبية كتير جدا من اللي اشتغلوا عندنا في الدول سيبنا من المكتبة عندنا بره في الدول العربية بالتليفون تعال ايه وعندك طب خلاص خده ويجي يعمل لك مشاكل أو ابن الرئيس المجلس الإدارة أو بنته أو خالته أو عمته كل ده شغل بطاطس ما ينفعناش بيكون مشاكل داخل الجمعية أكتر من أي شيء تاني. نعرف المجتمع اللي هنشتغل فيه لابد ندرس ثقافة وقيم وأخلاقيات وتاريخ المجتمع اللي هنشتغل فيه. أنا حوديك مثلا الصومال لابد تعرف الصومال إن مجتمع قائم على القبلية تتحكم فيه القبلية من جنوبه لشماله ومن غربه لشرقه مجتمع رعي غنم يبقى عارف المية كنا احنا في الصومال في 2005 واجتمعنا مع 8 وزراء في غرفه كده ما كانش في ساعتها امن ما كانش مستقر واللي جاي وزاره التربيه والتعليم والصحه والعدل وكذا 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 قلت لهم شوفوا انا عندي ايه كل واحد بقى بيتكلم على مشروع الوزاره بتاعته
انا قلت لهم انا اللي عندي كلها 100,000 دولار وهو مشروع واحد، مشروع واحد اتفقوا عليه كلهم، اتفقوا على مشروع ايه؟ الميه، لان الميه داخله في الزراعه، داخله في الرعي، داخله في الصحه، داخله في كل حاجه. انا بقى انا قبل ما نقعد معاهم عرفت انهم بلد راعي، للاسف ما بيستعملوش 3200 كيلو اللي على المحيط، ها؟ علشان هم طبعا ممكن طبعا يعملوا ثروه سمكيه غير عاديه. ها؟ فهم ايه متخصصين، فلابد نعرف المجتمع وثقافته قبل ما نسافر وناخد فيها دوره. لان في ميه اندكشن. ها؟ ناخدها لازم. ما ينفعش تعرف وسط المجتمع ايه مش عارف هو ثقافته ايه واخلاقياته ايه ودينه ايه. يعني في قضيه دارفور قالوا في حرب ما بين المسلمين والمسيحيين. جهل. دارفور 190% مسلمين. مش 100%. 190% مسلمين. وبعدين صلحوا الايه؟ الخطر عشان يعملوا حاجه ثانيه قد عبد الملك افارقه والعرب. عشان ما عندنا اسمه ايه؟ المجتمع الاعلام يعني. معرفه المجتمع. تقديم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. هنا بقى دي مهمه جدا. خاصه في بناء الشراكات وبناء التحالفات. لو انا لقيت ان المصلحه العامه للمجتمع تتقدم على مصلحتي الخاصه الشخصيه انا كشخص او كجمعيه لابد ان تقدم. بدل ما انفرد انا بالتصدر وحدي واترك المجتمع انتظر لكي اسير مع المجتمع. وده صعب على النفس. دي صعب على النفس. كيف اقدم المصلحه العامه على مصلحتي الخاصه؟ كيف اقدم؟ حد يقدر يقول لي مثل عملي كده من تجاربكم انتوا في الجمعيات بتاعتكم عملتوه انتوا قدمتوا في مصلحه الايه؟ المجتمع عن مصلحه الجمعيه بتاعتكم عن مصلحتكم الشخصيه. كده يا شباب عندكم؟ اتفضل. المصروفات الشخصيه للموظف ممكن يتحملها هو كان سفر او شيء من هذا القبيل. كويس اتفضل. مجلس الاداره لا يتقاضى ايراد اي دخل. كويس الجمعيه. كويس جزاكم الله خير. تطور. حد ثاني؟ مثلا دكتور مثلا عمل اغاثي معين مقابل انك تتخلى عن اسمك او اسم مؤسستك او شيء. كويس كويس. مين ثاني؟ ساعات دوام دوامي مثلا ينتهي من 8 الى 5 يضطر احيانا زياده ساعات الدوام. جزاكم الله خير. هذا زياده ساعات دوام تكون بدون راتب. نعم. مصلحه. كويس. ايه ثاني؟ دي الامثال اللي احنا عايزين نعرفها. ان انا بعطي يعني شوف انا من حقي ان انا اتقاضى مرتب. كده ساعات لما بقعد مع بعض الشباب في جلسه كده قلت له مش في وصف وظيفي؟ قال اه. خدت المرتب اللي انت عايزه؟ قال اه. قلت له ساعه الطوارئ بقى ما تقوليش الساعه 5 الساعه 4 الساعه 3 الساعه 2 وده يوم السبت ولا الجمعه ولا الاحد. ساعه الطوارئ يا بابا انت مرابط. وانا ما عنديش ليه فلوس. الطور ده مش كل يوم. تيجي في مواسم كده يبقى فيها طور. واخد بالك؟ يكون انا رايي احسن من راي الجميع لكن الجميع مختلفين معايا في الراي. وبتنازع عن رايي من اجل المصلحه العامه اللي ما تفرقش الجامعه. ودي اخطر حاجه اخطر من الساعتين الزياده. ازاي انا؟ ازاي الشيخ فلان؟ ازاي الحاج فلان؟ ازاي؟ لا كلنا مش هنعمل. مجموع قالوا لك مش نافع الموضوع وانت مصر. فده ما فيش ايه؟ حكايه الانسان يبص في المرايه عشان يتفرج على نفسه ويفتكر ان الدنيا دي كلها اللي في المرايه اللي هو شايفها هو نفسه. لا اهديكم احنا ايه الفرق بيننا وبين اللي اهديكم ولا ايه؟ لا اوريكم لا ما اعرف ولا اهديكم ولا سبيل السلام. ايه الفرق بيننا وبين؟ هو شايف في المرايه نفسه بس. مش شايف ان المجتمع او الوطن او القضيه الى اخره. عدم التكسب ما كان اتكلم عنها مش معنى عدم التكسب المرتب لا اللي دي المفروض تكون عدم التربح. او كده رئيس مجلس اداره وعندي شركه. بخلي واحد تاني يقدم على العطاء عشان تروح لشركتي وانا ما قدمتش على حاجه. بيتكشف الامر بعد كده. انا ماليش دعوه والله انا ما قدمت. هو اللي هم قدموا من ورا حتى انا هخرج دلوقتي عشان تاخدوا القرار.
تيجي الفلوس ايه؟ ونحن ايه؟ بندلس على بعض المواضيع الاخلاقية دي. هدية طبعا هتقول عندكم هنا هتثوروا عليا انتم شوية. هدية يعني تعامل مع عدوي وهو محتاجني. مريض، جريح، جريح، مريض، ها؟ شديد إلى آخره. إن أنت بتتكلم عن مؤسسة إنسانية وليست مؤسسة سياسية. وهنا ده الفرق بيننا وبين كتير جدا المؤسسات الغربية اللي ما بتاخدش موقف في بعض الأحيان. كنا ضربنا المثل قبل باللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشتغل في الحتة دي وفي الحتة دي. يبقى أنتم شايفين حاجة وهي بتشتغل مع الطرفين فلذلك ده تريد أن تفصل العلاقة بينها وبين الطرفين. ساعات الحديث بيكون صعب على النفس خاصة لما يكون في جانب مظلوم وجانب ظالم، لكن في العمل الإنساني لابد أن نتبعها، ها؟ ومن خلال الأدفوكاسي اللي هو المناصرة مؤسسات أخرى ترفع لواء الظلم ده أو رفع الظلم عن الناس. العمل الإنساني أنت ماشي من حقك تقول الناس بإيه؟ عدد القتلى، عدد الجرحى، عدد كذا، عدد كذا، عدد كذا، من حقك أنك تقول أنا عايز أوقف القصف، من حقك أنك تقول عايز أوقف الاشتباكات العسكرية، لكن لا نشتم هؤلاء ولا نسب هؤلاء. فرق بقى بيننا وبين الآخرين أنهم بيروحوا شكل الحكومات بنسمع لهم ما سمعناش إحنا. يبقى أنت كل موضوعك جميل وعندك حق مليون المية، لكن في آخره في سطرين. بتسب فلان او انا بسب فلان وبسب فلان دي اللي انت بتشيلها بتلاقي عدد المؤيدين والمؤذين لك تضاعف وتضاعف وتضاعف. المعرفه دي في قضيه هم عارفين مين الظالم ومين المظلوم، بس مجرد انت ما جيت الناحيه دي ما وقفتش في النص مش هيجوا معاك. يعني في مصالح اخرى المجتمع اللي احنا عايشين فيه والمجتمع الدولي في مصالح متشابكه. في الأمم المتحدة في مصالح دول متشابكة زي ما في مصالح جامعات متشابكة، مصالح أصدقاء متشابكين عاملينها في حياتنا. ما تزعلش الشيخ فلان وهو عايش في اللجنة، مش كده برضك؟ ما تزعلش الحاج فلان، ما تزعلش الأخت دي، مش إحنا بنقولها كده في الجلسة من فوق ساعات قرار أي كلام عشان ما تزعليش أنت وما تزعلش أنت. نفس الموضوع ده أما بيكبر على المستوى الدولي بقى هو نفس الموضوع، إحنا بنعمله في جمعياتنا. هو لا خلاص لو إحنا في حياتين في جمعياتنا هنقول لاختي لا مش معذره احنا مش كده، لكن ايه نكسر الحياديه ايه حتى في داخل الجمعيه بتاعتنا. وده خطر خاصه على المناطق اللي فيها صراعات مسلحه. الشفافيه انا ما قلت في الاول المال مال الفقير، المال مال الفقير، يبقى احنا بالتالي لابد نكون معرفه جمع المال وسائل صرف المال وتقييم صرف المال وتأثير المال على المجتمع. شوف جمع صرف تقييم تأثير اللي هو الأثر صرف المال على المجتمع. منظرك العام لما نروح الأماكن اللي احنا بنشتغل فيها دي ما نروحش بقى لابس أحلى ملابس عندي وأشياء جزمة عندي، نروح لابس لبس عادي جدا عشان ما أجرحش نفس الفقير، ها؟ وحسسه كده بالغصة والغضاضة ان انا لابس شيء او عندي جزمة معينة او ماسك تليفون بشكل معين الى اخره. بروح بمنتهى البساطة بابسط ما عندي من ملابس، ابسط ما عندي من المظهر العام ده بيجرح الناس، خاصة الناس دول كان فيهم ناس اشراف واكارم واغنياء وامتحانهم الله سبحانه وتعالى فاصبحوا في هذا ايه الموقف اللي هم فيه. ما عملش بيني وبين الفقراء بحاجز وعايشهم وخالطهم، يعني الاثنين دول مع بعض المخالطه والمعايشه وزاده الحواجز، ان انا ما اعملش حواجز وعايش حول الناس. هل احنا في ناس فينا في افريقيا زمان كان الناس تقعد في داخل المخيم قبل قوانين حرب الارهاب والحاجات دي كلها والقتل والاخر، وتقعد مع النازحين وتقعد مع اللاجئين في نفس الخيم. كان احنا لينا خيم للاداره في البانيا وفي قضية كوسوفو وفي كذلك في افغانستان في 2001 الناس مقيمه هناك داخل المخيم. لما يحسوا انك بتاكل زيهم وبتشرب زيهم وبتنام زيهم ده بيفتح قلوبهم
وبيحصل التكامل بينك وبينه. التنازل دي بدنا نرجع برضك للنفس، احنا قلنا المصلحه العامه والمصلحه الخاصه. هنا التنازل عن جزء من شخصيتي الاعتباريه، انا هخش في تحالف، انا هخش في تحالف او في اتحاد او في شراكه، يبقى كل منا عنده ايه الرغبه عن الرغبه ولا عن الرغبه على التنازل والرغبه في التنازل. تتكلموا على في التنازل عن جزء من شخصيته الاعتباريه، يبقى يحس الصغير انه قاعد جنب الكبير واثنين سواسيه بيسلم عليه وبتاع ده. فده بد انت كمؤسسه وشخصيه كبيره يعني في جزء من اجل المصلحه العامه حته ايه الانا اللي عندها دي ايه لابد نتنازل عنها. تزكيه النفس، هنا بقى تزكيه النفس الحقيقيه في مال مش مالك، جمعيه مش ملكك، وجاهه مش بتاعتك. تتنازل الحاجه كلها مش بالاصل، الاصل كله ان الحاجات دي مش بتاعتك. ودي ما لا تتنازل. فين بقى التطبيق العملي لاخلاقيات وسلوكيات الاسلام؟ في مالك الخاص بنقول لك تنازل عشان الغرور والكبر وكذا وكذا. ما مالك بقى في المال العام اللي هو مال الفقير مش هتتنازل؟ طب وانت مين انت؟ عشان ما تتنازلش. هو الاصل المال مش مالك، والجمعيه مش جمعيتك، والاصل الامر كله مش ملكيه خاصه. اللي فوق دي بقى اللي هي القاسمه في بعض الاماكن اللي هو استقلاليه اتخاذ القرار داخل الجمعيه. بمعنى انت رئيس مجلس اداره، حضرتك السكرتير، حضرتك اللي هو مسؤول المال، حضرتك اللي هو نائب الرئيس، حضرتك تبقى عضو عام، خلاص؟ بغض النظر هم جايين منين؟ قرار يطلع من هنا. من الخمسة أو الستة دول. مش يبقى هم دول اللي قاعدين صورة والقرار بيطلع من هنا. طب استنى بس هرد عليك بعد خمس دقايق. طب أختي دي رافعة سماعة التليفون. حق فلان. أيوه. إيه رأيك في الموضوع؟ كذا كذا كذا. طب هي جاية بشيء مخالف تماما اللي الجمعية عايزاه، ما ينفعش. حق فلان ده والحق فلان ده ولا السيد فلان ده ولا السيده فلانة دي مالهاش دعوه ابدا بالجمعيه. وهنا المقتل اللي عندنا، ناس عارفه ان قراراتنا في الجمعيات في كتير جدا منها مش طالع من المجلس الاداره، طالع من مجالس اخرى، من شخصيات مش موجوده في مجالس اداره، من جمعيات اخرى. وانا مالي انا الا انا اعلنت قدام الحكومه الأسماء الستة أو السبعة أو الثمانية دول، هم دول اللي هيخشوا السجن، هم دول اللي هيسألوا، صح؟ فدي أنا بقى بجيب ستة تانيين أستشيرهم خلاص. طالما ما هماش رسميين داخل الجمعية، أنت المسؤول عن القرار، أنت المسؤول عن القرار، المسؤول عن القرار. وده هنا يا إخوانا حاصل ليس فقط عندنا هنا، في كل مكان في العالم. وللاسف حصل عندنا في المؤسسات العربيه والاسلاميه اكثر من المؤسسات اللي هي غير اسلاميه وغير عربيه. استقلاليه في اتخاذ القرار، والاستقلاليه دي معيار من المعايير الانسانيه اللي اتفق عليها العالم منذ تقريبا 100 سنه بعد تاسيس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. هل الاستقلاليه دي ضد الاسلام؟ عايز اسمع كده. هل الاستقلاليه ضد الاسلام؟ ضد اخلاقيات الاسلام؟ ضد تعاليم الاسلام؟ هل الشفافية ضد تعليم الإسلام؟ سيدنا عمر كان بيحاسب الوالد وحاسب مراته على إيه؟ عملت له إيه؟ عملت له كنافة، كنافة بالإيه؟ بالجبنة، كنافة بتاعت الملكة اسمها إيه؟ المنازخية. قال لها جبت الكنافة منين يا وجبت الزبدة منين؟ وجبت اقطع شرب من مراته، ده الشفافية. طبقت قدام، ولان عمر سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيتعامل مع المال العام اللي هو مال الفقير ومال اليتيم ومال الارمله ومال المسكين. لو هناخد عمر رضي الله عنه كقدوه في هذا الامر، اذا اخذناه قدوه على الاقل نعمل ايه؟ زي الاستقلاليه عندنا في الاسلام، الشفافيه عندنا في الاسلام، الحياديه عندنا في الاسلام. لازم القاضي يكون محايد. وكان ساعدنا سيدنا علي في القصه بتاعته لما قالوا اليهودي والمسلم بدأوا يحتكموا، حكم لمين؟ اليهودي.
فالقاضي لازم يكون ايه محايد ده اصدام من جماعتنا خش كده في ودن القاضي يقول له كلمتين كده طيب خلاص حمش الشهاده ما ينفعش الجامعه الاسلامي الحياديه عدم الانحياز ها الانحياديه التطوع عندنا في الاسلام ولا لا ها التطوع كل الحاجات دي هي المبادئ الاسلاميه اللي احنا ساعات بنقولها مش هننفذها كان ده جزء من الاسلام التطوع حيادية استقلالية الشفافية عدم الانحياز ها من السادس أو السابع تواضع لا تواضع حاجة تانية بس لما كان عمعين إنسانية تواضع على دافع هو عدم الانحياز واللي هو الحيادية والاستقلالية بس كان بيسأل سيدنا عمر ها يعني في كل شيء اتخذت القرار ازاي وهكذا والآخر العالمية ودي بعض الأخلاقيات اللي هنتكلم عنها عشان ايه نبدأ بداية بسيطة كده قبل ما نسخن بعد شوية أنا كده خلصت اللي عنده أي سؤال يسأل ساعة كام دلوقتي يا شباب؟ 10 ونص قدامنا حاجة كده نص ساعة أسئلة ها لأن أنا ما بحبش أتكلم كتير لو سكتوني أتكلم كتير مش عارف أفتح بس النور هنا عشان تنور الموضوع كده بس العاملين ظلمة مش هنحتاجها بقى بسجل الأسئلة عامة طيب اتفضل ها يا شباب أي حد عنده سؤال أي حد عنده تعليق أي حد عنده إضافة اتفضل الميزات الأربعة الأخرانية بالفم لازم إنك تخلصهم خمسين لا لا الألوان دي بس عشان الألوان بالفصل بس خطي خاص يمكن ربيع عمل حاجة من ورايا أقعد يا ربيع أقام علينا الحد لا بس هم طبعا دول يمكن أنا في رأيي أنا الشخصي المعايشة والتنازل والاستقلالية دول من اصعب الاشياء على النفس يعني كتير جدا احنا ايه نقول الناس بييجوا ينصروا الناس بينصروا ازاي ان في واحده او واقع مثلا كانت قصه دي حكاها الدكتور عبد الرحمن بس بيطلع مطلع عليه قال انا هروح مكان بس مش فاكر انا اسم البلد او ايه ما حدش راحه قبل كده فضل يمشي كده مش عارف في بلد من بلد افريقيه وفي الادغال وكذا 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 ودخل وقعد لقى في واحده طب جاي من السويد ولا من النرويج قاعده بقى لها 20 سنه فتخيل بقى اللي قاعده بقى لها 20 سنه ده ناس حبوها وتواضع معاهم وتعايشه معاهم فحبوها فحبوا دينها فحبوها فحبوا ثقافتها فحبوها فحبوا قيمها انت فين؟ عشان يحبوك اصلا انت فين؟ عشان تتواضع معاهم وتعيشهم والتعايش ها والمخالطه انا عايش في بلد غنيه في من الشخصيات الجميله جدا الكويتيه اخت انا بحبها قوي يعني قوي قوي عجبك الحب معاك مش حب التقليد مش كده برضك اتقابلت معاها في طياره كنا رايحين الحديده كويتية يعني مولوده في الكويت يعني مولوده في ايه في المجتمع الغني ده وقعدنا نتكلم مع بعض كده وبتاع ده قعدت احكي لها القصه انها ايه خدت الماجستير من امريكا وكذا في رايحة اليمن وعايشة في اليمن، بتعمل ايه في اليمن؟ قالت لي أنا قاعد بشتغل في اليمن بساعد اليمنيين، بقيت عايشة في اليمن. تقول الكلمة دي؟ طبعاً تارك عن حضور عبيدة الحمد لله. لقينا أن التارك طلع الراجل نسي في الباب. في وسط الإيه؟ بعد 10 دقايق كده يقعد تك 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 وهننزل، فالحمد لله نزلونا وما متناش ورجعنا. الشاهد الأخت دي اسمها معالي كل واحد فينا اسمه نصيب من اسمه معالي العسعوسي وايه العسعوسي من العس ايام الحرب سنتين كانت هي في رمضان متوزع معونات في صنعاء وكانت حتى بتقول لي اقول لها مخبط على باب اقول لهم الحقونا دخلونا البيت عشان الصواريخ طالعه ايه من فوق راسنا لغايه دلوقتي هي موجوده في اليمن يعني دي بتذكركم بس بقضيه الاخت اللي جايه من السويد وعايشه في ايه افريقيا معالي برضك جاي من مجتمع غني يكون شبه مرفه وعايشه فين؟ في اليمن والناس هيحبوها نعم خدت بالك؟ هيبتدي يؤمنوا بثقافتها وقيمها واخلاقياتها بغض النظر عن الثقافه والدين والاخلاق والقيم شفت بقى؟ الناس حبوا الاسلام ليه؟ لانهم حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان اسمه قبل الاسلام ايه؟ صادق الامين احتكموا ليه في الحجر الاسود واحتكموا ليه في كل حتى اموالهم كانوا ضعنا امانه عند مين؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ايه؟ هم عايزين يقتلوه لكن في نفس الوقت اموال عند مين؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم،
مختلف بس معك حاجة بس زي أنا كل واحد عندنا الإله بتاعه. أنا عندي إله، أنت عندك إله، أنت عندك إلهين، أنت عندك خمسة. أنا بغير الإله كل يوم، إله عجوة، إله كفتة، إله خشبة، إله حجر. كبر مخك يا محمد بقى. محمد قال له هو واحد، يا تاخد واحد يا بلاش. ده الخلاف كان عن الحتة دي كلها. كل واحد كان فيه بين إله، أجعل الإله إله إيه واحد. لكن ما محدش فيهم كان بيكره خصوصا العصر، حتى أعدائهم كانوا بيكرهوه. ده النقطة اللي فوق دي، ده مين اللي بيحط ده؟ دي معايا العسعوسي ولا هو الأخت التانية اللي هي السويدية؟ السؤال الثاني اتفضل. بعض الأوقات في ظروف معينة في مجتمع معين، بس ممكن لو حد كل واحد فيكم بيتكلم يعرف بنفسه عشان الإخوة التانية يعرفوا. حضرتك كان اسمك إيه اللي سألت قبل كده؟ ياسر حمادي. ياسر حمادي منين؟ مبوطة. الجمعية بتاعتك؟ أما كلنا مبوطة. مبوطة. العدالة. حضرتك؟ أسامة سيد عيسى، جمعية النهضة الإسلامية بإدلب. النهضة الإسلامية بإدلب، تفضل. بعض الأوقات تكون الجمعية، أنت تفضلت هلا وذكرت إنه الشروط هذه شروط إسلامية. بعض الأوقات نحن نعمل في مجتمع غير إسلامي. طبعا. وضمن قوانين غير إسلامية. نعم. ونحن مصلحتنا وهدفنا الفقراء. نعم. أهداف الجمعية. مضطر بعض الأوقات نعمل أعمال من تحت الطاولة مثل ما بنسميها نحن لمصلحة الفقراء والمساكين، لأن القوانين والأنظمة والمشرفين علينا لهم غير توجه. طيب نقول إيه الحاجات اللي أنت يعني شوف إحنا كلمنا عن الحيادية والشفافية وهي مع المسلمين وغير المسلمين أصبحت قيم عامة. نعم. قيم فضفاضة في العالم كله. وخبر حضرتك أن إحنا الإغاثة الإسلامية نشأت في بريطانيا. نعم. بريطانيا دولة مش مسلمة. نعم. ونشأت في أمريكا وفرنسا وبلجيكا وهولندا إلى آخره. يعني أغلب المكاتب اللي أسست الإغاثة الإسلامية كانت في دول ما بين المسيحية الكاثوليكية الأرثوذكسية اللي هي إيه البروتستانتية. إحنا اتبعنا اللي هو أخلاقيات العمل اللي إحنا اتكلمنا عليها دي كلها، اللي هي ما فيهاش التنصير أو الخروج عن الحيادية بتاعت الدين إلى آخره. واللي إحنا نفذناه مع هذه الدول وأخذنا جوائز، خلي بال حضرتك، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الإغاثة الإسلامية واخدة أربع أوسمة من الملكة في 10 سنين، 2004، 2007، 2010، 2013، أربعة من شبابها. واخد بالك؟ الملكة دي رئيسة إيه؟ رئيسة الكنيسة. ولا إحنا غلطانين؟ رئيسة الكنيسة الإنجليزية. ومع ذلك زكت أو زكيت الإغاثة الإسلامية عن طريق الخارجية أو عن طريق أي مؤسسة حكومية هناك إنهم أدوا الشخص ده عشان عمل كذا وكذا 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 وكذا. ليه؟ لأنها اتبعت المعايير المتفق عليها. أنا في دولة ما مش عايز أكسر القانون، لو كسرت القانون أنا في السجن وجمعيتي هتتقفل، لو اتقفلت الجمعية الآلاف اللي بيستفيدوا مني هيتضرروا، صح؟ إحنا في الشام موجودين لغاية دلوقتي من سنة كام؟ سنة 1995، يعني نتكلم عن 22 سنة. احنا في الصين من 2002 2001 بفضل الله سبحانه وتعالى. طالما الناس رأوك انك بتشتغل صح وانت عايز ايه في الشغل بتاعنا، اعلن عنه. تنميه عمل الف ب ج د، اغاثه الف ب ج د. يعني احنا في بعض المناطق يا اخي الفاضل في جنوب السودان تحاشينا كذا مشروع، اولهم التعليم. قالك التعليم يبقى دعوة، اشتغلش في التعليم. تانية والصحة، قالك الصحة يبقى فيه قرب ما بين المستفيد والبتاع ده، هيقول له حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ودنه وإن مفيش صحة. اشتغلنا في إيه؟ تنمية. تنمية واسعة. ها؟ مشروع. الإغاثة. ها؟ المياه. اخترنا المياه ليه؟ الحاجة شديدة جدا هنا. حاجة شديدة جدا، خلاص؟
وفي نفس الوقت في المياه ها بتحفر البير وخليه هو اللي يزرع. فلما كفينا في ولاية من الولايات في اقليم واو اسمها وراب الولاية، الولاية لما اتقابلنا معاه بعدها بثلاث سنين انتوا كفيتوا 25-30% من احتياجات المقاطعة عندي، ارجوكم تعالوا اشتغلوا في الصحة، تعالوا اشتغلوا في التعليم، انه شافك في السنتين اللي فاتوا انك ماشي على حسب البرنامج اللي انت وضعه، مش انت وضع برنامج وبتعمل حاجة تانية. ولما جم بعض المؤسسات الاخرى يتكلموا عنها تكلمات يعني فيها خوازيق كده او حاجه زي كده او وشايه، قالهم لا دي مؤسستنا واحنا عارفين هي بتعمل ايه واحنا عايزينها تقعد مش هنخرجها. في الشيشان 99 الحرب الاخيره اللي حصل طردت كل المؤسسات الاغاثيه الاسلاميه باقل من 24 ساعه لانهم اصطدموا مع المشيخه الاسلاميه اللي كان رئيسها قدروف كده الاب مش الابن. فراح واشتكاهم للرئيس ساعتها لو كان مسخ دور الاثنين ماتوا الله يرحمه. قالوا ان الجماعه دول جايبين لنا فقه جديد نظريات جديده وكان بقى استعلاء يعني. بخرج قاضي في ثلاث اشهر قلت انا برضه انا ابويا شيخ مش كده برضك؟ والشيخ عبد الجواد رحمه الله عليه عشان يخش الازهر حفظ القران وحفظ احاديث زمان ايام الجنيه الذهب ما كان الجنيه المصري ب 2 جنيه ذهب وحفظ القران وحديث وحفظ افريقيا ابن مالك وحاجات كثيره جدا. بعد درس 20 سنه وتخرج امام جامع مش قاضي تضحك انت. الجماعه دول الشباب دول راحوا ايه؟ في الشوارع كده هم لم يحكم محكم منزل لا يا اخوانا اصبروا طبعا الناس انت في بلدك مش قادر تفتح جامع مش قادر تقول كلمه و24 ساعه هتقفل كل المؤسسات. ومنظر مثل هذه الاشياء لما هم اصطدموا بالمجتمع يعني انا بس في ثقافه ايوه انا صوفي وانت مش صوفي يا ما انت تحببني في ثقافتك عشان ابقى زيك ما تصطدمش معايا وهكذا. انا دلوقتي لا انا دلوقتي لا اقول ده احسن من ده ولا حاجه زي كده، انا اقول احنا في مجتمع بنتعامل معه. قبيله الدكه من ثقافتها ودينها انها الواحد بيتجوز معذره واحد اتجوز واحده وهو في الطياره كان نمره 69 ولما نزل اتجوز واحده ثانيه دي الثقافه بتاعتهم عايزين يكتروا عدد الزيجات عشان اولادهم يكتروا وعقبال كده عنده قبيله كبيره دي ثقافه جزء من الدين صح ولا غلط؟ انا هروح اقول لهم لا انتوا ولاد مش عارف ايه وكذا وكذا مش هقول لهم. انا سلوكياتي هتخليهم يحبوني لكن اللي فوق الطاوله واللي تحت الطاوله في بعض الناس وانا رايحين افتح مكتب في مكان ما عرفنا ان الحكومه دي كانت دوله عربيه ومسلمه حكومه امنيه قلنا نشتغل ايه مع الاطفال اللي هم ايه معاقين حديثي الولاده لا فيها دعوه ولا فيها ملوش دعوه. نجح المشروع بعدنا عن ايه؟ حسين الامن هنا كان ماشي انت كذا وكذا وكذا طب خلاص دول مش هم عواقين واطفال ما بيتكلموش وامهات طالع روحها هي وابهات كانوا بيسافروا مثلا بالثلاث ساعات عشان يجي مركز ايه؟ في العاصمه عشان خلاص مشي الموضوع 10 سنين و15 سنه وكان في حاجه طبعا في المجتمع. وده بالنسبه لايه؟ مهما كانت الظروف يا اخي الفاضل لابد ان افعل ما اقول. كبر مقتا عند الله ان يقولوا ما لا يفعلون. سؤال اخر او تدخل اخر من شخص اخر او من جميع الاشخاص. تفضل. انا بقى لحد الاولويه اللي انت راجل مدير كبير عندنا فاحنا جايين هنا عشان نسال بعضنا نبيع لهم الميه بقى عشان احنا كده احنا معانا في حته السقايين. يا شباب تفضل. مصطفى الخضر مصطفى الخضر مصطفى الخضر جمعيه الهدى الخيريه تفضل. يعني من المعلوم ان سياسات الدول يعني بين مد وجذر ويعني هذا ايضا يعني يؤدي الى الاخلال ببعض هذه المبادئ مثلا الشفافيه. نحن كيف يمكننا ان نوازن بين مصلحه
الفقير والمسكين واليتيم وبين هذه السياسات التي تمنع يعني احيانا اجراء تصرفات معينه او ادخال الاموال بطرق معينه كانت قد افترضتها الجهات المانحه يعني ممكن. طيب انت ما بين امرين احلاهما مر صح؟ والثالث امر من المر، الثالث بدك تغلق اللي بترتب عليه السجن او الطرد او اي شيء، ده أسوأ ما في الموضوع. اما التضييق فلا بد ان نتعود عليه، لا بد، ولا بد الا اكثر قانون او نظام داخل دوله هو قد يكون بالضبط زي ما انت قلت كده، لان ده صاحب المفتاح. يعني مثلا اديك المثل في سنه 96 او قبل 96 92 حبينا نروح العراق، انا قلت هروح عن طريق ايه بغداد فتره، فقدنا ايه قعدنا استنى سنه ولا سنتين لغايه ما جت لنا التاشيره، رحت نزلت سافرت من لندن لبلجيكا لبروكسل عشان اخد التاشيره من السفير العراقي في التاشيره بعد ما جت لي الموافقه من وزاره الاوقاف. واخبار حضرتك طبعا قامت الدنيا ولم تقعد من بعض الجمعيات العراقيه اللي كانت ضد النظام في هذا الوقت. انا ماليش دعوه بالنظام لا ده ابيض ولا اسود، دي مش مشكلتي، انا مشكلتنا عندي قضيه عايز ايه من ناحيه العمل الانساني الاغاثي. فانا سافرت ودخلت بطريقه رسميه، قابلت المضيف اللي هو صاحب القانون وصاحب القرار صح، قلت لهم في اول يوم في الوزاره كان مشغول، ثاني يوم في الوزاره كان مشغول، فلقيت ان الاسواق اسعار الاضاحي انا عايز اشتري اضاحي خلال بتغلى كل يوم قبل العيد، بقى تنزل نزلت اشتريت من السوق خلاص. تالت يوم رحت له فقعدت معاه وقلت له الموضوع كذا 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 كذا، في بعض المواضيع الساعه تنزل وتشتري من غير ما تاخد، قلت له والله انا جبت امبارح واول امس امس واول امس واول امس وانا بقالي ثلاث ايام الاسعار بتغلى. فالوزير تفهم لو صاحب القرار شفت من المنع اللي اثر 180 درجه منع ده، قلت له بس معايا الوزير احنا عايزين ننقل اللحمه دي من بغداد للبصره، طلع لنا جواب نمشي فيه على حاجه اسمها السيطرات ما بين المحافظات بنقل اللحم، ده لم يحدث ابدا لان احنا مشينا بالطريقه الرسمي في في في, في, في الجو المغيم بالظلام ده في سنه الحصار على العراق بالخطاب ده، كنا نعدي على اي سيطره ما يقدرش يكلم السواق، وتأدى أدى إلى أن كل الجمعيات اللي كانت بتشتغل تحت الأرض لقيت أن الإغاثة الإسلامية لما دخلت العراق في 96 وعملت تقرير وقابلنا اليونيسيف واللي كانت هي ساعتها مسؤولة عن الترسيخ وقابلنا الصليب الأحمر الدولي هناك وودينا له جزء من التقرير ورجعنا بالصور دي كلها، كلهم غيروا سياساتهم وأعلنا مبدأ الشفافية. أنت في كل دولة في قانون قد يصبح ظالمك، في كل قانون في ثغرات وفي مسؤولين هيساعدوك. اقول لك حاجه ثانيه، سجلت الاغاثه الاسلاميه في الامم المتحده في 93 اللي ساعدها وقف دافع عنها وهي بتسجل بعد ما خدنا كلمه تحت الحزام من دوله ما عربيه وكلمه اخرى من دوله ما عربيه فوق الحزام وكلمه ده. واحنا قاعدين بقى اللي يقول لك غير اسمك واللي يقول لك انت جاي النهارده ليه واللي يقول لك انت تابع حزب كذا، انت انا جاي لك عشان تقطمني، ما انا خلاص وصلت اروح فين بعد كده؟ ما خلاص وصلت السيده زينب وعايز اقول السيده زينب، تقول لي ارجع روح سيد الحسين. تعب اللي وقف معانا سفير ايرلندا لما اشتد الوطيس وانا طلعت على المنصه وكلمته وكذا وكذا قلت له شوف انا مش نازل بقى الاسبوع انتم بتلعبوا بينا، قال هو اللي قالك انا عارف الاغاثه الاسلاميه، طب اديته تقارير بقى وتقارير جايه من ايه من البوسطه في الوقت ده وكذا 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 وانا بقى ذكيها واخد بالك؟ ما اصله ايه؟ انا كلمت يوم الثلاث واجبت على كل الاسئله، لكن في بعض السفراء من دول ما بالك كانوا ايه مش عايز يسجلوا الاغاثه الاسلاميه بالك، ف
قلنا نصبر وكفي الايام الاربع الايام دول جيم الجمعه يبقى اربع وخميس وجمعه والاوراق كلها جبتها ووزعتها وعملت اللوبينج والادفوكس اللي انتوا بتتكلموا عنها. ففي الاخر لما انا طلعت ارتجالا طبعا يعني قلت لهم ولا مؤاخذه هطلع على المنصه من غير اذن. مسكت الميكروفون وكلمت هو واقف وقال لا جابوا لنا كذا وجابوا لنا كذا وجابوا لنا كذا وجابوا لنا كذا وانا بقى اذكيهم. يوم الاثنين يجي الدكتور يبقى هو اول فقره على التسجيل والنقش في الموضوع. في ناس كانوا ضدك صح؟ لكن لما اخذت بالاسباب وجبتها بالارقام في ناس منهم بقوا معاك. لكن ممكن من الاول يوم اشتم وزعق واقول يا ولد مش عارف ايه انتوا خالتكم اسمها كذا وعمتكم اسمها كذا وابوكم اسمه كذا. ما ينفعش مش هتخلي السفير ده او غيره يقف معاك. كم الساعه دلوقتي؟ تنتين الا خمسه ها؟ ده 10 7 ده قدامنا سؤال ولا سؤالين؟ 10 ده انت اول جلسه كده بتبقى ايه مش سخنين شويه؟ سخنوا يا ابني اللي هناك ده. انت لسه داخل سخن من بره على طول انت؟ صرنا شويه يعني ما قعدت لا طيب ما انت يعني ايه؟ اتبلغ انه منظمه البنيان المرصوص. البنيان المرصوص؟ نعم. ممكن يكون ضمن القيم الصدق. الصدق نعم. ونحن نعرف انه مساله القوانين احيانا تكون غير مرنه لحد ما او نحن نكون مرنين بحيث انه نحاول نتعامل مع القانون او القوانين في بلد ما اقصد انا يعني بلدا بعيده. فكيف نوفق بين قيمه الصدق وبين بعض الاشياء او الممارسات اللي بنعملها نحن حتى نحمي حالنا قانونيا ونحن نعلم انه نحن عم نتحايل على بعض القوانين. فكيف نوفق بين هذه وتلك؟ احسن الله عليك. ما كان الصدق في شيء الا ايه؟ زانة. لا مو الصدق. ليه؟ الرفق يا سيدي خلاص انا اسف ممكن استغفر ربنا ممكن تدعو لي بالمغفره. الرسول كان اسمه ايه؟ اسم الرسول كان ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما عارف اسمه الصادق لا اسمه اللي احنا مدينه لك كمجتمع يعني صفاته متاصفه. حاضر استغفر تاني بس الصادق الامين جزء انا مره ثالثه وخلاص بالك. فهنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن قاعده اساسيه. انا هخش مثلا مسؤول من المسؤولين في وسط اللي هو القوانين الظالمه دي كلها اقول له والله الظروف كذا 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 لابد احنا اتكلمنا في الاول في الحد قبل حضرتك ما تيجي اللي هو في المناصره لابد ان اجعل لي صديقا من هذا النظام اللي هو ايه؟ اللي هو في الحكومه بالذات يعني. فاقول لهم والله المشكله كذا 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 اشيلوا عليا هيجد لك مخرج وفق القانون ما يعرضكش المسألة لما يثق فيك. كلمة الثقة دي يا أخي الفاضل ما بتجيش من عشية وضحاها. يعني زي ما أنا قلت لك في الأمم المتحدة اللي وقف ورانا السفير أيرلندا واخد بال حضرتك في جمعية تانية جت اشتغلت معانا وعشان تشتغل معانا سالت علينا عشان تقف في ظهرنا بعد كده. لما جت 11 سبتمبر في جلساتهم الخاصه كانوا هم اللي بيدافعوا عن الاغاثه الاسلاميه في كل المناخ السيء ده. فانا موظف الحكومه ده هو مش عدوي واخد بالك هو يمكن جاري او كذا او كذا او كذا بس هو في المكان ده انا راح اقعد معاه. في بعضهم هيعقد لك الدنيا في بعضهم هتلاقيه مال يدانك تقول. لما نعمل حاجه بدي بدل ما الا يعني تعرف نتيجه عدم الصدق دي واكتشافها انا قلت عليه واضح جدا. ان هو والعياذ بالله اما تغلق الجمعيه واما يسجل الناس او فضيحه في الجرايد يعني ده هياثر على ايه؟ مش على جمعيه واحده بس على كل القطاع من الجمعيات. شوف لو انا مش قادر اشتغل ما اشتغلش. الوزر مش عليا انا. الوزراء اللي منع مين اللي بيمنع؟ مش انا لكن انا ارتب مع الاخرين مجموعه من الناس. مثلا القانون ده في نقطه معينه مش جاي اتفق مع 10 او 20 او 30 او 40 جمعيه نعمل ورق
تقدم الوزير تقدم الحكومة بتغيير بعض الأشياء دي كلها. وليه تطبيق مثل هذا القانون؟ لأن هو يعتبر نفسه كحكومة صاحب الأمر والنهي في هذا الموضوع. صح ولا غلط؟ أنا بس بقول لك، أنا مش بقول لك